الافعال ونعود مره اخرى، ابقوا معنا. كل التحيه ليك يا زميلي العزيز كابتن تامر صار ونجومه الكبار في الاستوديو التحليلي مباراه نادي الزمالك امام نادي حرس الحدود، والتي انتهت بتفوق نادي الزمالك بثلاث اهداف مقابل هدف عقب هذه المباراه. يسعدني ان يكون مع الكابتن اسامه نبيه المدرب العام لنادي الزمالك. كابتن اسامه برحب بحضرتك طبعا على شاشه اون تايم سبورتس النهارده. نقول فوز مهم جدا لنادي الزمالك طبعا في بطوله كاس مصر قبل مباراه القمه القادمه امام النادي. اهلا بيك، تحياتي ليك وتحياتي طبعا للكابتن تامر صقر والضيوف الكرام، وتحياتي طبعا لكل مشاهدي اون. والحمد لله طبعا بنحمد ربنا، مكسب مهم خصوصا توقيت المكسب مهم جدا بعد الخروج من البطوله الافريقيه، وادائنا مباراتين على اداء متميز خلال المباراه الموديه وتوانجيت. مباراه الكاس كمان اللي بيعقبها مباراه القمه دائما، او اي مباراه بيعقبها مباراه القمه دائما بتبقى عنيك على مباراه القمه، وده اللي احنا قعدنا ننبه عليه اللعيبه ان مباراه الكاس كمان فيها نوك اوت وفيها خروج مغلوب على طول، فلازم نبقى مركزين في الحته دي ونسيب مباراه الاهلي او الاربع ايام اللي جايين لوقتها يعني، وده كان مطلوب جدا. النهارده كل ال 90 دقيقه كلها مكاسب ايجابيه الحمد لله، قدرنا نعمل الروتيشن بشكل كويس مع مجموعه لعيبه صغيرين، وعلى سبيل المثال سيف الجزيري بيعود مره تانية لانه كان بقاله فتره ما بيشاركش معانا افريقيا. شايفي النهارده مجموعه من اللعيبه الصغيرين، النهارده حسام عبد المجيد وايضا اللاعب حمدي علاء، اكيد دي كلها مكاسب. كل اللي كانوا موجودين الحقيقه حتى اللي على دكه البدلاء، يعني كان معانا يوسف اسامه وحمدي علاء من القطاعات الشباب، وعبد المجيد في الملعب، وكمان حسام اشرف في التغيير. الحقيقه كلها مكاسب، واحنا خدنا مباراه الكاس اللي زي كده لازم تاخد منها الهدف اللي انت بتشتغل عليه، والحمد لله اتحقق الهدف اللي احنا بنشتغل عليه، وبعدين من ثم نفكر في اللي جاي، لان انت عارف دايما الجمهور ما بيتقبلش منك غير ان انت في المستوى في التصاعد، فاحنا الفتره اللي فاتت المستوى عندنا في التصاعد بشكل كويس. مهم جدا ان المباراه زي كده كانت تمشي على نفس الوتيره، وكان عندنا كمان بعض الغيابات، احنا مريحين مجموعه منهم الجنش والونش ومجموعه اللي شاركت معانا في افريقيا، وكمان كان عندنا انذارات وغيابات طارق وزيزو وبن شرقي، ودي مجموعة طبعا ليها دور كبير معانا. ان شاء الله المجموعة دي مع المجموعة اللي كانت غايبة بالتأثير الانذارات او الراحة الفترة اللي جاية هيخشوا كلهم مع بعض ويؤدوا بشكل كويس. كابتن اسامة، اكيد جماهير نادي الزمالك تريد ان تطمئن على مستقبل هذا الفريق، تطمئن على اللاعبين، تطمئن على طموحات اللاعبين، وايضا على رؤيه الجهاز الفني في الاداره الفنيه. انت يا كابتن اسامه باعتبارك طبعا قريب لجماهير نادي الزمالك وقريب للاعيبه، شايف يعني الفتره دي ازاي لنادي الزمالك واللاعيبه من اجل طبعا رسالتك الخاصه لجماهير نادي الزمالك؟ شوف احنا 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 هنكون واقعيين ومنطقيين، يعني احنا عندنا مشاكل، والمشاكل عندنا لا تنتهي، يعني دائما في مشاكل، لكن احنا بنشتغل يعني زي ما بيقولوا خطوه خطوه. الخطوات اللي احنا بنشتغلها عوده الروح مره تانية، عوده الوصول للمرمى بشكل كويس، يعني انت النهارده في ثلاث مباريات متتاليه بتحرز 9 اهداف، ده معدل تهديفي كويس جدا. كان الفتره اللي فاتت كان عندنا شويه مشكله، لكن بنطمن جماهيرنا ان احنا بناخد مرحله وقت احنا اكيد هنقابل مشاكل، واكيد المشاكل لا تنتهي، وكل الانديه مش نادي الزمالك بس احنا يمكن شويه زياده شويه، لكن احنا هنحاول بمنطقيه وموضوعيه ان احنا نحل مشاكلنا واحده واحده، نحاول نحافظ على اللي احنا بنوصل له، لان كل 90 دقيقه انت بتاديها بشكل رائع وبشكل مميز، تحاول تحسن اللي بعديها 90 دقيقه. عندنا لسه مشاوير طويله جدا سواء في مسابقه الكاس او في بطوله الدوري، وده اللي احنا مركزين عليه خلال المرحله دي. كابتن اسامه، اكيد مباراه الاهلي ليها حسابات خاصه للجهاز الفني، كيف يستعد الجهاز الفني بكده طبعا مستر باتريس كادرون وحضرتك لهذه المباراه، باعتبار طبعا هي مباراه من نوع خاص وديربي خاص ما بين الاهلي والزمالك؟ مباراه بطوله خاصه، ولكن مشوار 3 بونت من 3 بونت موجودين كتير في الدوري الممتاز، طبعا ليها اهتمام وليها بطوله، احنا ان شاء الله بنشتغل عليها بتركيز وبشكل كويس جدا من اول دلوقتي. خلاص هنبدا نعمل الريكفري بتاعنا والشغل الاستشفاء بتاعنا خلال ال 48 ساعه اللي جايين، وباذن الله اللعيبه تظهر برده في حاله بدنيه وحاله فنيه على اعلى مستوى خلال ال 90 دقيقه ان شاء الله. والاخير كابتن اسامه، جدل على السوشيال ميديا جماهير يعني كل يتحدث عن اسناد هذه المباراه لطاقم تحكيم مصري، انت من وجهه نظر حضرتك شايف المباراه دي من الاقدر اللي هو يقود هذه المباراه تحكيميا في ظل طبعا اصدار اتحاد الكره بيان باقامه هذه المباراه بحكام مصر؟ والله طبعا احنا احترامنا الشديد لاتحاد الكوره واللجنه اللي بتدير اتحاد الكوره، سواء طاقم تحكيم مصري او اجنبي، احنا بنمتثل لاي قرار. المباراه هتتلعب، عليك ان انت تبقى مركز في 90 دقيقه وتسيبك من كل الحاجات اللي بره 90 دقيقه، 90 دقيقه هم سبيلك للمكسب وسبيلك للفوز. احنا طبعا احترامنا الشديد، وبعدين احنا بنكمل يعني هنكمل الدوري بحكام مصريين، يعني فاحترامنا الشديد للحكام المصريين، سواء الماتش اداروه حكام مصريين او حتى حكام اجانب، ان
شاء الله نكون بس جاهزين اثناء 90 دقيقه ان شاء الله. مبروك الفوز وتوفيق لنادي الزمالك في مباراه القدم. شكرا لحضرتك. شكرا ليك. ميرسي. شكرا لك. الزميل العزيز كابتن تامر ساره ونجومه الكبار. هكذا تحدث الكابتن اسامه نبيه المدرب العام لنادي الزمالك عقب انتهاء مباراه نادي الزمالك امام حرس الحدود في بطوله كاس مصر بتفوق القلعه البيضاء بثلاث اهداف مقابل هدف. عينك الملكه ونجومك الكبار في الاستوديو التحليلي.